بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بتلميذات وتلاميذ مستوى ثالثة ثانوي إعدادي في الجزء الأخير من درس الدوائر الخطية والتألفية الجزء الخامس لي فونكسيون لينيار اي افين. هذا الجزء نخصصه لتحديد تعبير دالة خطية ودالة تألفية ديتيرميناسيون دي فونكسيون لينيار اي افين. أولا تذكير بالشكل العام للدالة الخطية والتألفية rappel de la forme générale d'une forme linéaire et affine. كما رأينا سابقا أن الكتابة هذه f de x égale à x plus b حيث a و b عددان حقيقيان معلومان ثابتان و x عدد متغير تسمى دالة تألفية فونكسيون affine في حالة ما إذا كان العدد b يخالف العدد صفر و a يخالف صفر، وتسمى دالة خطية فونكسيون لينيار في حالة ب تساوي صفر و أ تخالف صفر. أما إذا كان أ تساوي صفر و ب تساوي صفر فتسمى دالة منعدمة فونكسيون نول. العدد أ يسمى معامل الدالتين الخطية والتألفية لو نومبر أ إي لو كوفيسيون دي فونكسيون لينيار إي أفين. الآن مع تحديد تعبير دالة خطية ديتيرميناسيون دي فونكسيون لينيار، سنستعمل قاعدة التي استعملناها في البحث عن معامل دالة f دو x يساوي ax، علما أن f دو x1 إيجال x بريم 1 ممكن نلقى معامل الدالة. إذا لقينا معامل الدالة سنستطيع أن نكتب تعبير هذه الدالة، إذن a تساوي f دو x1 سير x1. لنحدد تعبير الدالة الخطية f بحيث صورة العدد 3 يساوي 6، إذن غنجي ناخذ هذه القاعدة. نعتبر الدالة الخطية f دو x إيكال x هي الدالة الخطية المطلوبة، لنبحث عن a معامل الدالة الخطية f بهذه القاعدة. إذن a تساوي f لثلاثة على ثلاثة f دو 3 سير 3، المتساوية تكافئ a تساوي 6 على 3 تساوي 2. إذن الدالة الخطية المطلوبة هي f دو x إيكال 2x. إلا طلبوا منا المعامل تنوقفوا غير في 2، تنكتبوا معامل الدالة الخطية هو 2، أما إلا طلبوا منا الدالة تنكتبوا f دو x إيكال 2x. المثال الموالي لنحدد تعبير الدالة الخطية f بحيث صورة ناقص 2 بالدالة الخطية f هو 3. إذا نعتبر f دو x إيكال ax الدالة الخطية المطلوبة بنفس الطريقة، لنبحث عن a معامل الدالة الخطية f a égale à f de moins 2 sur moins 2 l'حساب هذه القاعدة équivalent a égale à 3 sur moins 2 égale à moins 3 sur 2 3 sur moins 2 égale à moins 3 sur 2. إذن الدالة الخطية المطلوبة هي f de x égale à moins 3 sur 2 x بكل بساطة. عرفنا نلقاو المعامل تلقاو الدالة. الآن لنحدد تعبير الدالة الخطية f بحيث f لي موان 3 سور 2 إيكال 1 سور 4. هنا عندنا اعداد كسريه وصافي غادي نحسبوا. نعتبر كما سبق الذكر f دو x ايكال ا اكس الداله الخطيه المطلوبه، لنبحث اذن عن معامل الداله اللي هو ا حسب القاعده ا ايكال f دو موان 3 دومي سير موان 3 دومي ايكيفالون ا ايكال 1 سير 4 من حيث f دو موان 3 دومي 1 سير 4 1 سير 4 ديفيزي بار موان 3 سير 2 غنحسبوها équivalent a égale 1 sur 4 multiplié par 2 sur moins 3 équivalent idem a tu sais 2 sur moins 12 on retase l'eau tu sais oui n'a qu'il soit à l'est. اخيرا الدالة الخطية المطلوبة هي f de x يساوي ناقص 1 على 6 x. نمر الى تحديد تعبير دالة تآلفية determination d'une fonction affine. بنفس الطريقة اللي سبق اننا وجدنا وحددنا المعامل ديال تعبير معامل دالة تألفية، فغادي نلقاو بنفس الطريقة المعامل غادي نزيدو عليه غير داك ب هذا. إذن هاد القواعد اللي غنستعملو هنا، لدينا f دو x يساوي ax زائد b دالة تألفية، عندنا جوج ديال الأعداد عندنا الصور ديالهم f دو x1 إيكال x بريم 1 f دو x2 إيكال x بريم 2. بهاد الجوج غادي نلقاو معامل a إيكال f دو x2 موان f دو x1 سير x2 موان x1، وبهذه القاعدة f دو x إيكال x بريم، يعني أن الزوج x f دو x بريم يحقق المعادلة f دو x إيكال ax زائد b، غادي نلقاو بها b. هذه القاعدة نلقاو بها a وهذه القاعدة نلقاو بها b.
لنحدد تعبير الدالة التألفية F بحيث صورة العدد 2 بالدالة F هو 1، وصورة العدد 3 بالدالة خط التألفية F هي 4. إذن نعتبر F دو X إيكال أي إكس بيس بي المعادلة المطلوبة. أولا لنبحث عن A معامل الدالة التألفية المطلوبة بهذه القاعدة. A إيكال F دو 3 موان F دو 2 سير 3 موان 2، هذه موان هذه. F دو 3 هو 4 موان زان سير 3 موان موان 2، دونك 4 موان زان سي 3، 3 موان 2 سي 1، 3 سير 1 إيكال 3. إذن الدالة المطلوبة تصبح f دو x يساوي 3x زائد b. إذن احنا لقينا a كتبناها وغنلقاو دابا b بهذه القاعدة هذه. ثانيا لنبحث عن b، لدينا صورة عدد 2 بالدالة التألفية f هو 1، نعوض x بجوج و f دو x بواحد في الدالة السابقة f دو x إيكال 3x بلس b، وغادي نلقى معادلة بسيطة من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد. نحصل على واحد يساوي ثلاثة في جوج زائد ب، ونكمل. إذا واحد ناقص تا، هاد ستة حولناها نعطيتنا ناقص تا تساوي ب، أي ب تساوي ناقص خمسة. وأخيرا تعبير الدالة التألفية المطلوبة هو f دو x إيكال 3 x موان 5. إذا استعملنا هذه القاعدة ديال المعامل وهذه القاعدة ديال صورة نقطة بدالة. دائما في تحديد تعبير دالة تألفية ديتيرميني لا فونكسيون افين f تيل كو f دو موان 5 ايكال 2 f دو موان 1 ايكال 3. اون كونسيدير f دو x ايكال ax بلس b لا فونكسيون افين دوموندي. بروميرمون ديتيرمينون بيتيت a لو كوفيسيون دو لا فونكسيون f بهذه الطريقة هذه. دونك اون بيتيت ا ايكال ا اف دو موان 5 هادي موان اف دو موان 1 هادي سير موان 5 موان موان 1. اذا نعاود مره اخرى، الا سبقنا اف دو موان 1 هنا نسبقوا موان 1 هنا. دابا نكتبوا اف دو موان 1 موان اف دو موان 5، نكتبوا موان 1 موان موان 5 ويعطينا نفس النتيجه. نرد البال للترتيب. دونك ايكال ا 2 موان 3 سير موان 4، هنا موان 5 بلس 1 هي موان 4، دونك ايكال 1 سير 4. Donc l'équation demandée sera f de x égale à 1 sur 4x plus b. Deuxièmement, déterminons maintenant b. On utilise maintenant l'image du nombre moins 1 par la fonction affine f. F de moins 1 égale à 3. On remplace x par moins 1 et f de x par 3 dans la fonction suivante. F de x égale à 1 sur 4x plus b. On va trouver, on obtient 3 égale à 1 sur 4 multiplié par moins 1 plus b. Donc, b égale à 3 plus 1 sur 4. 1 sur 4 multiplié par moins 1 égale à moins 1 sur 4. Nous avons un atteint 1 plus 4. Ce qui nous donne 12 plus 1 sur 4. On a réduit au même dénominateur égal à 13 sur 4. Enfin, la fonction affine demandée est f de x égale à 1 sur 4x plus 13 sur 4. وهكذا نكون قد انتهينا من هذه الحصة. شكرا لانتباهكم أيها العزيزات أيها الأعزاء، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى مع درس جديد. ولا تنسوا الاشتراك معنا في قناتنا أماروش أكاديمي حتى تتوصلون بالدروس والفيديوهات في الوقت المناسب.